صباح الخير على كل مشاهدي ومتابعي موقع تحيا مصر في كل مكان من محافظة كفر الشيخ. معكم وليد سلام صحفي من الموقع. حسن شاكوش كفر الشيخ. حسن شاكوش القاهرة نادى عليه في المطار وقال له تعالى اتصور معاك. يعني زي ما حضراتكم متابعين معايا، الشكل واحد، الودن هي الودن، الشعر هو الشعر، الملامح كلها واحدة. حتى وقفة حسن كفر الشيخ هي وقفة حسن القاهرة. طب يا مشاهدينا، تعالى نشوف حسن شاكوش كفر الشيخ. حسن، ازيك يا حسن؟ عامل ايه؟ كله تمام. بنت الجيران شغله لنا عليا، وانا في المكان في خلق حواليا، مش عايز حد ياخد باله من اللي انا فيه. شفت القمر سهرني ليليا، وهموت عليك رب العالم بيا. سيب شباكك مفتوح لي تدفني بهوايا، انت قاعدة معايا عينيك ليا مرايا، يا جبل مراية العين. متابعينا مشاهدينا، زي ما حضراتكم سمعتوا معايا، الصوت واحد، الشكل واحد. في البداية عايز اعرف مين حسن كفر الشيخ. عرفت بنفسك كده الاول. انا اسمي حسن من كفر الشيخ، هنا من المحافظة نفسها، من قرية الحطية بالتحديد. تمام. والناس بقى قعدت تقول شبه حسن شاكوش، شبه حسن شاكوش، وفيك شبه من حسن شاكوش، يعني الشبه والاسم برضه دوت. يعني انت اسمك حسن شاكوش برضه، يعني تشابه في الاسماء، في الاسماء وفي الشبه وكده، تشابه في الصوت وتشابه في الملامح. حسن، انت شغال ايه؟ انا شغال هنا في مجال اعمال اسكندريه، في مجال اعمال اسكندريه، مشروع تمويل. مشروع تمويل. عندك كام سنه؟ عندي 24. قول لي بقى حسن، الموهبه دي جات لك ازاي؟ والله انا يعني زي ما قلت لحضرتك، يعني هو من زمان والناس تقول لي انت شبه حسن شاكوش، اقول لهم اللي انا اسمي حسن برضو، اتصدموا ازاي اسمك حسن وشبه حسن شاكوش. فده بقى اللي مخلي الناس كلها في كفر الشيخ هنا عرفاني. تمام. فانا طبعا انا طلعت مع حضرتك النهارده، وانا ما كنتش ناوي ان انا اغني عشان خاطر اخواتنا في فلسطين وكده، فربنا معاهم ويتولاهم ان شاء الله. طيب قول لي، لما حسن شاكوش القاهره شافك في المطار، ايه اللي حصل؟ هو حسن شاكوش في حد نادالي وقال لي في واحد عايز يشوفك في العربيه، فانا رحت، انا مش عارف مين اللي عايزني في العربيه، انا في المطار. فببص في العربيه لقيت حسن شاكوش، فبصيت له كده، فمش عارف حسن شاكوش هو اللي بينادي عليا وكده. فبصيت له كده لقيته بيقول لي انت اسمك ايه؟ قلت له اسمي حسن. قال لي حسن؟ قلت له اه حسن. قال لي انت شبهي؟ قلت له اه، انا اسمي حسن وكفر الشيخ، وقالوا لي ان انا شبه حسن شاكوش من زمان. حتى هو اللي قطع في حاجه زي كده، هو اللي قال لي، وقال لي غني لي كده، غنيت له برضه بنت الجيران، لقيته بيقول لي ان شاء الله هنبقى مع بعض قريب. طيب حسن بقى، مش عايزين نتكلم كتير، احنا عايزين نسمع منك. سمعنا كده ليه حسن شاكوش؟ بنت الجيران بس اللي عارف. ماشي، سمعنا بنت الجيران. سمعنا بنت الجيران. بنت الجيران شغله لنا عينيا، وانا في المكان في خلق حواليا، مش عاوز حد ياخد باله من اللي انا فيه. شفت القمر سهرني ليليا، وهموت عليك رب العالم بيا. سيب شباكك مفتوح لي تدفني بهوايا، انت قاعدة معايا عينيك ليا مرايا، يا جمال مراية العين. طيب حسن، الناس في الشارع لما يشوفوك، ايه رد فعل الناس لما يشوفوك؟
والله يعني الناس يعني اول لما الاقي فيه الناس بتبص كده اعرف ان هم قصدهم على حسن شاكوش. حسن شاكوش يا جماعه ابن كفش شرفنا ابو علي حبيبي. طيب الاطفال اكيد بيكون الاطفال رد فعل، رد افعال الاطفال معاك ايه؟ والله انا كان فيه فرح بتاع جماعه بقى قرايبنا يعني وكده، فاول ما نزلت البلد هم قرايبنا انا عادي انا رايح لقيتهم اول ما دخلت تقول ده حسن شاكوش جاي الفرح النهارده. حسن شاكوش المفروض اللي هو انا حسن شاكوش. دخلت الفرح لقيت العيال الصغيره وناس كتير جايين عليا كده. يمكن سمعت انك بتحضر الافراح بالجرد بتوعك، الكلام ده حقيقي؟ ايه بالجرد بتوعك؟ ايوه طبعا معايا الجرد بتاعي هنا حبيبي واخويا يعني حسام. طب المعجبات يا حسن لما يشوفوك ايه اللي بيحصل؟ ايوه مفيش معجبات لسه لحد دلوقتي احنا يعني ما يعرفوش انك حسن شاكوش؟ لا مش عارف هو يعني في وفي، في ناس عارفين ان انا حسن شاكوش وفي ناس اللي هي تشبه بس كده بالحاجة. البيت عندك يا حسن بيتعاملوا ازاي مع الشبه ده؟ الجماعه عندنا بيقولوا ان انت برضو فيك من حسن شاكوش ياما وكده يعني. اخواتك اخواتك وبيتك واهلك كلهم بيقولوا انك شبه حسن شاكوش. طيب يعني مش ناوي تاخد الشبه ده انك مثلا تتجه الى التمثيل او تاخد طريق تاني مثلا تستغل الشبه دي في حاجه تانية؟ ان شاء الله ربنا يوفق ان شاء الله واللي كاتبه ربنا هو اللي هيكون ان شاء الله. طيب يمكن كمان زي ما قلت لك بيجي لك دعوات انك تحضر افراح؟ بيجيلي بيجيلي دعوات يعني انا جالي دعوتين كمان، كان في فرح في كفر المنشة وكان في فرح في الغربية. يعني انا استغربت انا هروح بناء عن ايه؟ طيب يا جماعة شبه حسن شاكوش. لما يكلموك بيقولوا لك ايه مثلا؟ احنا عايزينك ازاي بيدعوك اصلا؟ انا لقيت حد داخل لي على الماسنجر وبيقول لي انت شبه حسن شاكوش. ايوه تقول لي طب احنا عندنا فرح وعايزينك تيجي وكده يعني. انا عشان شغلي برضو مش فاضي وبرضو بتروح بتغني نفس الاغاني بتاعت حسن شاكوش. طب سمعنا تاني كده، مفيش الا بنت الجيران مفيش حاجه تانيه كده للاغاني يعني مش اللي هي هوايتي. طب سمعنا بنت الجيران تاني عشان نتاكد من الصوت برضو. بنت الجيران شغلة لنا عليا وانا في المكان في خلق حواليا مش عاوز حد ياخد باله من اللي انا فيه. شفت القمر سهر لليليا وهموت عليك رب العالمية سيب شباكك مفتوح لي لتفلي بهوايا انت قاعدة معايا عينيك ليا مرايا يا جمال مراية العين. ما بتحاولش تستخدم صوتك ده مثلا انك تشتغل عليه الفترة الجاية بحيث انك لو تقدم مثلا تتجه التمثيل مثلا يكون افضل من كده؟ اي انا صوتي يعني كويس في الاغاني بس كويس اكتر في القران الكريم. مش هتطلعني في الفيديو مع اخويا الفنان. طيب حسن مشاهدينا متابعينا زي ما حضراتكم شفتوا معايا هو حسن شاكوش. يعني لو هنقرب منه كده الشكل هو الشكل، الملامح هي الملامح، لا وكمان الصوت هو الصوت. مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان ده كان لقائنا بحسن شاكوش كفر الشيخ شبيه حسن شاكوش القاهرة. مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان شكرا لحضراتكم على حسن المتابعة ودايما مكملين مع حضراتكم لرصد كل جديد. دمتم في أمان.